ازاي نعمل سبورت، ازاي نعمل انتجريشن مع بابليك كلاودز زي الجوجل كلاود والامازون ويب سيرفيسز والامازون والفي ام اي في في ام وير ان او دبليو اس والكلاود فاونديشن، وازاي ننشئ الاكونت جديد على فيرلايز اوتوميشن بحيث ان يكون في نيتيف انتجريشن من فيرلايز اوتوميشن نفسه مع الجوجل او البابليك اكونت ده ايا كان هو ايه، او حتى الفي سي اف اكونت. وطبعا الهدف في الاخر ان احنا نعمل ديبلوي عندنا من فيرلايز اوتوميشن سيرفيسز على البابليك كلاود ده، تمام. فاحنا عندنا مثلا لما نيجي نعمل انتجريشن عندنا على البابليك كلاود عندنا مجموعه من الحاجات اللي نقدر نعمل عليها سبورت حاليا في الفيرجن لحد دلوقتي اللي هي ايه، الامازون ويب سيرفيس، تمام. وعندنا حاجه شبيهه شويه اسمها الفي ام وير ان او دبليو اس، في ام وير كلاود ان دبليو اس، قلنا ان هي مجرد في سي اف على اي دبليو اس سيرفيسز، وهنشرحها كويس عندنا في على القناه تقدر تشوفوها. وعندنا طبعا مايكروسوفت اجور، وعندنا جوجل كلاود، وعندنا طبعا زي ما قلنا الكلاود فاونديشن. طبعا لما اروح على زي ما احنا شايفين كده بروح على على كونكشنز تحت خالص في الكلاود اسمبلي، اخش على انفراستراكشر، اخش تحت خالص على كونكشن، جواها بلاقي كلاود اكونتس، اضغط على كلاود اكونتس اقول له انا عايز اضيف، هيقول لي انت عايز تضيف ايه بالظبط، اختار بقى واحد من الاربعه دول، تمام. هو انت هتختار الامازون ويب سيرفيس، الاي دبليو اس زي ما قلنا، الجوجل، الاجور، الفي سي اف، او اللي هو الفي ام وير اون اي دبليو اس زي ما قلنا الفي سي اف بس على اي دبليو اس سيرفيسز، تمام. طيب احنا ايه ازاي بنعمل الكلام ده، هنبدا نشرح واحده واحده، وان شاء الله في نهايه الفيديو ده هنشرح عملي ازاي نعمل الكلام ده ونطبقه مع بعض الاب يعني. طيب انا بالنسبه لي اللي هو ايه الاي دبليو اس اللي هو امازون ويب سيرفيسز دلوقتي، بجيب الكريدنشال بتاعته منين؟ انا مفترض ليا اكونت مع امازون نفسها، بدخل على الاكونت بتاعهم وبطلب منهم المعلومات الرئيسيه بتاعتي اللي هي اكسس كي وسيكريت اكسس كي. وقتها بيطلعوا لي زي ما انتم شايفين كده، بقى عم بدخل على الاكونت واقول له انا عايز كرييت اكسس كي لو سمحت، فبيطلع لي اللي هو اكسس كي والسيكريت اكسس كي ويطلعهم لي كده، اقدر اعمل له هايد او كده. المعلومه دي مهمه قوي يا شباب، ان هو المعلومات بتظهر لي وان تايم فقط، وبعد كده بتتدمر ومش هتقدر تشوفها تاني ابدا. عشان كده هو بيسمح لك ان انت عايز تعمل لها داونلود سي اس اف سي اس في، تعمل لها داونلود وتعمل لها تحفظها في مكان امن تماما وتشفرها. لكن اذا ما خدتهاش دلوقتي وما عملتش كونكشن بيها، فالارقام دي هتضيع عليك خالص وايه مش هتعرف تسترجعها، تمام. فدي نقطه مهمه قوي. فانا باخد المعلومات دي، تاخد منها ده كوبي وكوبي، واروح على الفيرلايز اوتوميشن اوريها لكم ازاي. وقتها بنخش زي ما احنا شايفين هنا كده، بروح على انا عشان اجيب الارقام دي ازاي، بخش على الامازون ويب سيرفيسز، تمام، على الكونسول بتاعي الاكونت بتاع البريفليج بتاعتي بالكريدنشال بتاعتي. وقت ما ادخل اخش على الايه، على الاي اي ام اللي هو الايدنتي اكسس مانجمنت، واخش على اليوزر، واخش على سكيورتي كريدنشال، واعمل ايه كرييت اكسس كي. وقت ما اضغط كرييت اكسس كي يظهر لي الصفحه اللي قدامكم دي، اخد منها الاكسس كي والسيكريت اكسس كي بتاعي، واقدر اعمل لهم داونلود. انا عايزكم تبقوا مركزين بس ان انا عندي اللابتوب هنا والشاشه هنا، فانا بشرح من الشاشه وببص للكاميرا هنا عشان لو حسيتوا ان انا ببص شويه من الناحيه الثانيه، تمام. عندنا الامازون ويب سيرفيس بقى بيظهر معايا في الكانفاس زي ما انتم شايفين اهوت، ادي الكانفاس اهوت، وعندي عندنا زي ما كنا شايفين كلاود اجنوستيك، وتحت هنا دلوقتي اي دبليو اس، وشايفين فيها ادي دي كلها سيرفيس. واي سيرفيس انا عايزها، مثلا عايز انستنس هتبقى دراج اند دروب، عايز نتورك بالنسبه لنا اقدر اسحب النتورك من مكان ثاني ويدوا له التاج بتاعته. وانا هنا مثلا عندي الفوليوم اللي هو زي الديسك او الهارد ديسك يعني، فالسيرفيس انا بحتاجها بضغط عليها هنا واعمل لها دراج اند دروب هنا، واول ما اعملها بيظهر معايا لو انتم بتلاحظين على اليمين هنا خالص اليام الكود بتاعها زي ما احنا شرحنا في اي واحده، وزي ما انتم شايفين الايه ادي كلاود نتورك اهي ظاهره الديتيلز بتاعتها، وادي الاي دبليو اس اي سي 2. الناس اللي شغالين على الاي دبليو اس عارفين ان الاي سي 2 ده هو زي مشابه لكلمه الفيرتشوال ماشين عندنا مثلا، وبيستخدم نفس الطريقه. فادي اي سي 2 انستنس اهوت، وقال لي اسمها، وادي النيم بتاعها، وهتشتغل على ايمج اي دبليو اس فوتون، وهيبقى الفي ليفر بتاعها اللي هو اي دبليو اس ايديوكيشن مثلا يعني، تمام. النتورك نفسها انا ممكن احولها للانبوت واقول له ايه الريسورس عندك قد ايه عندك، هتلاقي ان النتورك دي هي ديت اللي تحطها لي هنا، هي دي النتورك الديتيلز بتاعها، قلت له ان هي فيها تاج فقط ان هي ايه اي دبليو اس ايديوكيشن، تمام. طيب يا شباب في نقطه بقى مهمه جدا، انا بعد ما اعمل هنا انت معناها ان انا دلوقتي انا عديت صفحه ما خدتش بالي منها، ان احنا بعد ما عملنا المعلومات ديت احنا مفترض نرجع على الفيرلايز اوتوميشن نفسه ونعمل انتجريشن بالكي ده. فانا بدخل على عشان انشئ الكلاود اكونت، اروح على الفيرلايز اوتوميشن على الانفراستراكشر واقول له انا عايز انشئ كلاود اكونت جديد، يقول لي الديتيلز بتاعته ايه، اقول له انا عايز، اقول له نوعه ايه، اقول له طبعا اي دبليو اس، هقول له طبعا ليه الصفحه ديت، يعني احنا هنا خدنا ايه جوجل اكونت كلاود اكونت، نقول له اي دبليو اس، طبعا يبدا يدي له تفاصيل، تفاصيل ايه، هنقول له هو الاكسس كي والسكرت كي فين دول اللي جبناهم من هنا دول، خلاص طيب حطيناهم له، نقول له فاليديت لو سمحت. اول لما يعمل فاليديت هو ادي له انا نيم عندي من عندي كده الاول، ادي له الاثنين دول يقول لي تمام يا باشا انت كده انا قدرت اوصل واعمل
الكونكتيفيتي ما بيني وبين الريلايز على ما بين اي دبليو اس، تمام، وفي فعلا هناك نسنس ليك وهناك في انتجريشن انا اقدر ارمي على الانفراستراكشر على اي دبليو اس. خلاص طيب عملنا انتجريشن، يقول لي اديني نيم بقى وعرفني هو ده ايه ديسكريبشن ليه، وهيظهر لك الريجنز. الريجن طبعا تختار الريجن الاقرب ليك او الافضل ليك طبعا حسب الاي دبليو اس كونسلتنت اللي هالك، ونقدر نعمل مثلا زي ما انتم شايفين انها تاجز بقى. خلاص فبعد ما انشئ المعلومات دي اقول له اد، يبقى انا كده ضفت الاكونت بتاع اي دبليو اس. وقتها بيحصل ايه يا شباب؟ بيحصل انتجريشن وينشئ لي المعلومات بتاعه الاي دبليو اس دي كلها جوه الفيرالايز اوتوميشن، وتحفظ فيه وتعمل ايه الكوميونيكيشن ده. ووقتها محتاج انشئ بقى بروجكت للاي دبليو اس، وابدا انشئ بروفايلز للاي دبليو اس واحط تاجنج على كل واحده، بحيث ان انا وانا بشتغل زي ما ده ظاهر معانا هنا كده. لما جينا نعمل التمبلت بقى عندنا حتى النتورك مثلا واخده اي دبليو اس تاج، مثلا عندنا الفلوفر والايمج والحاجات دي كلها شغاله معانا اهيت، ودي كلها الاسماء بتاعتها او المعلومات بتاعتها جايه اصلا منين؟ من اي دبليو اس، وتعمل لها انتجريشن امبيدد جوه الايه الفيرلايز اوتوميشن. ليه بقى؟ لاننا اللي هيحصل بعد كده ان انا المفترض هاجي اعمل مثلا تمبلت هنا واجي اعمل لها هنا كده انشاء الكود بيظهر، اللي هيحصل ان الكلام ده لما اعمل جنريت الفيرلايز مش هنخاطب الاي دبليو اس يقول له لو سمحت انا عايزك تنشئ لي الانستنس اللي هو في مثلا الاي سي 2 ديت، وتنشئ لي النتورك ده وتربطهم ببعض بناء على الديتيلز ديت والتاجنج ده اللي انا مدولك فيرلايز اوتوميشن. ليه؟ لان انا عندي انتجريشن معاك وشايف الدنيا بحالها، فيحصل الاوامر دي تنفذ هناك على اي دبليو اس ويتنفذ فعلا الاوامر اللي انت عايزها ويحصل الكونكشن بتاعك. تمام. طيب يا شباب قبل ما نروح على الاجور، خلينا نروح مثلا نقول مثلا انا ايه، انا دلوقتي عملت الانتجريشن وانتهيت وربطت الكلاود زون، ايه اللي هعمله تاني؟ محتاج مثلا انشئ مجموعه حاجات زي ما قلنا بروجكت، وننشئ منها ايه، وننشئ فليفر وايه وايمج مابينج. فانا بنسى مثلا في ليفر اديتها مثلا اي اسم اهوت، قال لها مثلا تايني، ده بالنسبه لنا الاسم. طب هيختاروا فين؟ هقول له اي حاجه من الاثنين، هو مثلا ايه الاي دبليو اس، وهيقول لي بقى ايه الاي دبليو اس، هيقول لي الايمج بتاعتك مثلا هي ايه اللي تختارها مثلا، او السايز اللي تختاره هي ايه، ده الميديم اهوت مثلا، او ده حسب انت ايه السايز اللي تختاره تسميه عندك في التاين ده بالنسبه لك ايه، وبناء عليه تقول له كرييت، وانت كده انشات الايه الفليفر مابينج. نفس الكلام في الايمج مابينج، هتقول له نيو وتختار ده اي اس مثلا، وتقول له هنا انهي ريجن، وتنشئها بناء عليها الايمج بتاعتك، وتعمل لها اد. نفس الكلام في كل السيرفيسز بالنسبه لك. فانت كده بتنشئ امتى؟ لما يكون خلاص عملت كلاود اكونت، عملت له زون وعملت له كل حاجه، وحتى البروجكت تقدر تنشئه تقول له ديسكارد بس معلش انا هشرحها لكم، ونقول له نيو بروجكت. وقت ما نعمل نيو بروجكت هنا في البروفيجننج هنقول له بقى، بدل ما نقول له من الفيرلايز زي ما احنا شايفين يا شباب من الاي دبليو اس، هنقول له بقى بدل ما هي بس دايما بنعملها في سنتر، لا احنا عندنا اي دبليو اس هي، ونقدر نضيف عليها البروجكت بتاعنا والبريفليج بتاعتنا. تمام. طيب يا شباب نيجي بقى على موضوع مايكروسوفت. بالنسبه لمايكروسوفت احنا نفس الفكره بالظبط بالنسبه للاجور، بالنسبه للاي دبليو اس، ان احنا هنحتاج ندخل على الموقع بتاعنا بتاع مايكروسوفت. احنا على الايه على الاجور لنا اكونت، فالاكونت بتاعنا عندنا فيه ندخل مثلا عندنا في ام وير ديف، ده احنا عندنا الاكونت بتاعنا ندخل عليه نقول له احنا عايزين سبسكريبشن اي دي. لما نعمل انتجريشن مع اجور وبقى اخذت منهم سبسكريبشن، ففي اي دي للسبسكريبشن ده اهو واضح جدا، مجرد ما ادخل اقول له اوفر فيو للسبسكريبشن اي دي، خد اهوت المعلومه بتاعتك، ادي رقم واحد. رقم اثنين، معلومه اثنين هي اسمها ايه؟ تيننت اي دي. ايه تيننت اي دي ديت؟ احنا التيننت دي عايزين نجيبها. فاحنا بقول لك احنا كل يوزر جوه شغال في شركه معينه بيكون ليه عنده حاجه اسمها اكتف دايركتري، اجور اكتف دايركتري، هو شبيه جدا بالاجور الاكتف دايركتري الطبيعي بتاع مايكروسوفت، لكن ده اون اجور سيرفيسز، ونقدر نعمل له. وطبعا اي كاستمر اشتغل عندهم او ياخد سبسكريبشن من اجور لازم يكون ليه اكتف دايركتري خاص بيه، فبينشئه، وهو لما بينشئه بيطلع له دايركتري اي دي اللي هو الايه الاكتف دايركتري اي دي، ده اللي هو بيسميه تيننت اي دي، هو ده يبقى ده تيننت اي دي. خلاص لما يكون انا عندي جوه الاجور اكتف دايركتري واخش عليه، اخش على الاب ريجستريشنز الاقي الاكتف دايركتري تيننت اي دي، ادي رقم اثنين. طيب رقم ثالث حاجه اسمها كلاينت اي دي ابلكيشن او كلاينت ابلكيشن اي دي. فبيقول لك الكلاينت ابلكيشن اي دي ده بيظهر معايا لما بيسميه طبعا الابلكيشن او ايا كان، بالنسبه لي انا بيبقى بيظهر معايا المعلومات بتاعته هنا اللي هو الابلكيشن اي دي، الابلكيشن كلاينت اي دي اهوت، الديسبلاي نيم ايه والاي دي اهو. فانا باخد الاي دي ده ادي المعلومه بتاعتي بتاعه الاي دي، والسيكريت كي برده اقدر اعمل له جنريشن بما ان معايا المعلومه بتاعت الايه التيننت اي دي والسبسكريبشن اي دي، بيظهر لي الكلام ده يعني كده سيكريت، واخدهم المعلومات دي. بعد ما اخد المعلومات دي بعمل ايه؟ نفس الكلام يا شباب، بنروح على اجور على قصدي على الاي دبليو اس، على معلش على فيرلايز اوتوميشن بتاعنا الاون بريمس، واخش بقى نفس ما عملنا في الاي دبليو اس، اقول له سبسكريبشن ادي ادي، وتيننت ادي اهيت، والكلاينت ادي ابلكيشن، وادي السيكرت كي اللي عملناه جنريت، ونعمل فاليديت. تمام. اول ما عملت تمام يبقى اديني بقى اطلب مني طب النيم،
طيب ايه الاجور اكونت بتاعك ايه؟ طيب انا اللي عملت سبسكريبشن على اجور ده، على ايه الريجنز اللي اقرب ليا واللي اخترت عليهم ثلاثه، فانا مشترك في ثلاثه اربعه ريجن، هيظهر لي كل الريجنز انا اختار منهم بس اللي انا مشترك فيهم، ولو علمت على العلامه الصح ديت هيغني عني ان انا اروح انشئ كلاود زون تاني. هو لو عملت دي خلاص هو هينشئ لي كلاود زون وابدا اكمل عليها واقدر اعمل لها كابابيلتي تاج زي ما انتم شايفين، ويبقى احنا كده انشانا ايه؟ عملنا انتجريشن مع كلاود ازور. وقتها اقدر ادخل على الكانفاس تاني، ولما انا وانا بعمل كرييت عادي جدا هاجي مثلا اختار ماشين من الاي دبليو اس من اجور اهيت، مجرد ما اعملها دراج اند دروب هتظهر لي معايا هنا. طيب والديسك ده نفس الموضوع، لو عايز اعمل اربطها بنتورك هختار اللي هو النتورك، ما فيهاش ان هم لهمش هم في الاجور والاي دبليو اس مثلا ما لهمش نتورك بتاعهم، فانا عشان انشئ النتورك باخدها من الكلاود اجنوستيك نتورك واضيفها ادي هي تكون عليها التاج اللي انا عايزه، مثلا ده اجور ادوكيشن هي دي خاصه بالتاج بتاع الاجور، خلاص اخترتها كده ايه انا عملت الكونفيجريشن. طيب احنا قلنا يا شباب في معلومات تاني بناكد عليها، ان في معلومات مجرد ما بعمل انتجريشن واعمل فاليديشن ده بيحصل كولكشن لبعض المعلومات بتيجي من الاجور كلاود وتعمل لها انتجريت جوه الفيلاج اوتوميشن تحفظ عندي، زي ايه؟ مجموعه الفيرشوال ماشينز اللي سبورتد على الاجور تمام، اللي هي ايمج مابنج، بحيث ان انا بعد كده لما اجي اعمل ايمج ماب يبقى تلاقي بوب اب ظهر لي كده الليست كده بالايه؟ بالمابس بالايمج اللي عندنا، الفيلوفر بتاع الاجور، الحاجات دي تبقى موجوده عندي اتخزنت جوه الفيلاج اوتوميشن، لما اجي اعمل جنريت او كرييت لواحده من الريلايز من الفليفر او الايمج بيكون عندي محفوظ عندي تمام. طبعا بعض التاجز برضه تكون عامل لها انتجريشن وهكذا. طيب فانا ابدا كده بالطريقه دي لما اعمل ديبلوي هنا يا شباب، دي نقطه اهم جدا، انا دلوقتي لما اعمل ديبلوي جوه الفيرلايز اوتوميشن اهوت، بس بعد ما عملت الانتجريشن مع الاجور وخدت الماشين وعملت النتورك ديت والديتيلز ديت دي كلها رايحه على الاجور، لما اروح اعمل ديبلوي، الديبلوي ده بيروح فين؟ بالظبط الديبلوي ده بيروح على الاجور كلاود وينشئ الماشين دي ويعمل النتورك عليها والديتيلز اللي انت عاملها كلها ديت، وتكون موجوده هناك اوتوميتد من خلال هنا بدون الحاجه للدخول الى اجور نهائيا. تمام يا شباب، فانت الحمد لله بتاخد خبره دلوقتي في موضوع الشغل بتاعك او الفيرلايز اوتوميشن، من العظمه بتاعته ومن الجمال بتاعه ان انت بتشتغل على الاون بريم بتاعك وبتعمل كرييت للاي دبليو اس وعلى الاجور وعلى جوجل وعلى الفي سي اف وعلى الاي دبليو على الفي سي اف والاي دبليو اس او الفي ام وير والاي دبليو اس، وبتنشئ الحاجه السيرفيس بتاعتك وتروح تعملها ديبلوي هناك اوتوماتيك بدون الحاجه ليك خالص، وتكون انت ايه عملت الكلام ده كله مجرد ايه على الفريندلي يوز بتاعك اللي هو الكانفاس بتاعك بتشتغل عليه في الفيرلايز اوتوميشن تمام. فهنكمل دلوقتي، بس بالنسبه لجوجل الموضوع واضح جدا زيه زي اللي فات، محتاج مجموعه معلومات منها البروجكت اي دي والبرايفت اي دي والبرايفت كي اي دي والكلاينت ايميل. طبعا انا بدخل على جوجل كلاود بلاتفورم بتاعي اهوت واخش عليه واخش على السيرفيس بتاعتي على الاي اي ام اللي هي والادمن واقول له سيرفيس اكونت وده ابدا انشئ ليه، اقول له لو سمحت اعمل لي كي كرييت كي، او لما يعمل لي كرييت كي بيطلع لي البرايفت كي اي دي اند برايفت كي، يعني بيطلع لي الكي اي دي والكي البرايفت كي نفسه، اخد المعلومتين دول وادي الايميل بتاعي موجود وادي واطلع البروجكت اي دي بتاعي والبروجكت والمعلومتين دولت معايا خلاص، فاخد المعلومات ديت واروح بيها على ايه؟ على الفيرلايز اوتوميشن الفيرلايز اوتوميشن. طيب عندي في موضوع الفيرلايز اوتوميشن لما اجي اعمل له شباب انتجريت عندي حاجه من اثنين، الحاجه الاولانيه دلوقتي ان انا عشان شئه عادي جدا زيه زي الثاني مدوني البروجكت اي دي اهوت البرايفت كي والكي نفسه اهوت بحطهم الاثنين واقول له فاليديت، فاذا عملت فاليديت ده مع النيم والديسكربشن بتاعي ويظهر لي الريجنز اللي عندي اللي اقدر اختارها واقول له انشئ لي كرييت كلاود زون لجوجل ديت ولا لا، واذا عملت يبقى كرييت خلاص وبقى انا كده انشات الكلاود اكونت. ادي طريقه. في طريقه ثانيه ان انا اضغط يا شباب على ايه؟ امبورت جيسون كي. ده امبورت جيسون كي ده ان انا باجي من هنا بعد ما اخلص المعلومات دي اطلع المعلومات دي كلها على شكل الايه؟ جيسون فايل كي. اخد الجيسون فايل كي ده وهنا اقول له ايه؟ انا عايز اقول له امبورت، وقت ما اعمل له امبورت هيطلع لي كل المعلومات ديت كلها ويحصل لي الفاليديت بتاعها، وبالنسبه لي يبقى هنا خلاص ايه؟ هيقول لك اوتو اوتو فيل ذا ريكوايرد فيلد، هيبقى بنقل لك اي معلومات هنا محتاج تنشئها لازم ريكوايرد على علامه ستارت ديت هينشئها لك وهي ايه؟ بالجيسون كي ده تمام. وقتها طبعا خلاص يبقى انا كده عملت الجوجل انتجريشن، وقتها لو دخلت على الكانفاس وعايز اعمل له انتجريت الاقي عندي مثلا زي ايه ماشين اهيت اختارها او الديسك واعمل كلاود اجنوستيك نتورك من هنا، وقتها يظهر معايا التاج اللي انا عامله على عندي والفليفر اللي جايه لي من الجوجل اهيت والايمج جاي من جوجل، واقدر لو عملت ديبلوي هنا هيروح فين زي ما اتفقنا هيروح على الجوجل كلاود تمام. طيب يا شباب اللاب بتاعنا ده هنشرح فيه بقى الخطوات اللي اتفقنا عليها اللي احنا شرحناها في موضوع الكلاود انتجريشن ديت، وهنبدا نخش على الفيرلايز اوتوميشن بتاعنا اهيت ونخش على اللوجن ونخش بالاكونت بتاعنا حسب الاكونت بتاعك انت ايه، احنا هنخش الكونفيج ادمن دلوقتي مثلا اللي هو الكريدنشال الطبيعي والباسورد ونعمل لوجن
ونخش على كلاود اسمبلي. جوه كلاود اسمبلي دلوقتي انا عايز اعمل انتجريشن لواحده منهم. احنا دلوقتي عايزين نعمله يا شباب، احنا عايزين نخش على الكلاود اكونت بتاعنا ونقول له اد كلاود اكونت. فاحنا هنشتغل على اي دبليو اس، يقول لي تمام عايزين ننشئ اي دبليو اس، يقول لي النيم بتاعه هتسميها ايه، اقول له مثلا في ام اي دبليو اس والديسكربشن لو انا عايز، وابدا اقول له ادي الكي الاكسس كي ولا السكرت كي اللي احنا جبناهم يا شباب من الاي دبليو اس نفسهم. هنقول له نعمل لهم فاليديت لو سمحت. وقت ما اعمل الفاليديت هيظهر لي عندي الريجن بالنسبه لي، اخترت الايست بالنسبه لي، قلت له لو سمحت كرييت كلاود زون بالنسبه لي، واقول له كده اد كده. انا خلاص عملت الانتجريشن بتاع الكلاود اكونت وعملت الربط معايا وظهر معايا الحاله بتاعته. اوكي تمام. طب انا كده خلاص انشات الايه الكلاود اكونت. انا عايز انشئ بقى البروجكت، اروح على البروجكت لو سمحت، اقول له عايز انشئ بروجكت جديد وهدي له نيم تمام، واقول له الفي ام وير على الاي دبليو اس اهوت، وهروح على البروفيشننج اليوزر الاول واقول له انا عايز اختار يوزرز، واليوزر ده اختاره من الكونفيج ادمن اهوت، واقول له الممبر بتاع ده الراجل ده ادمن، واقول له اد كده انشات اليوزر، اقول له البروفيشننج بتاعه فعلا هياخد الهارد الانفراستراكشر بتاعته هيترمي فين، يعني المعلومات بتاعته هيشتغل منين، هياخد منين الكلاود زون، هيقول له هيظهر معايا ايوه ايوه ظهر معايا اي دبليو اس اهوت، واقدر اقول له المعلومه بتاعتي واقول له خلاص كده اد كده ده الهاردوير بتاعي، واقدر انزل خالص بقى عندي واقول له كده كريت كده. انا عملت بروجكت للشباب للاي دبليو اس تمام. طيب فين بقى عايز انشئ بقى حاجه اسمها الفليفر مابنج عشان السايزنج الحاجات دي، اقول له عايز انشئ فليفر مابنج وهدي له نيم تمام اي دبليو اس سمول تمام. بالنسبه للسمول عايزينها على اي دبليو اس، وهنا هنقول له بتساوي ايه في عند اي دبليو اس تمام. عندنا المشابه عندنا هي مايكرو مثلا هي المناسبه بالنسبه لنا، هنكتب مايكرو عشان نسهل لنفسنا وجابها لنا هي، نقول له كده انشان فليفر مابنج اديناها اسم بس، ونقول ان هي سمول وخدناها على اي دبليو اس واديناها نيم. ده يا شباب الاختيار ده اللي قلت لكم، ده اللي قلت لكم الموضوع لما نعمل انتجريشن مع الاي دبليو اس بيجيب معلومات يحفظها في الايه في الفيرايز اوتوميشن، هي دي من ضمن المعلومات اللي هو مثلا الفليفر مابنج اللي موجوده غير الاي دبليو اس كتير احنا شفنا فيها لارج وحاجات ديت، احنا عايزين منها المايكرو عشان نسميها نشاور عليها عندنا بالنسبه لنا السمول خلاص. فشاورنا عليها كده نقول ايه كرييت عشان نبقى محددين الدنيا. بعد كده عملنا الفليفر مابنج، عايزين نعمل تمام عايزين نعمل ايمج مابنج بقى، فنروح على الايمج مابنج نقول له نيو، عايزين معلومه اسم الايمج مابنج هنسميها ايه اي دبليو اس فوتون او اس، ونقول له على الاي دبليو اس الاكونت بتاعنا والفليفر بتاع المابنج بتاعتنا نقول له هي فوتون، نقول له الاسم بتاعها يسيب حسنا جوه عنده يقول لنا ايوه عندي اثنين فوتوز، نقول له عايزين ديت اللي هي 3، ونقول له عايزين نضيف اي كونستريت ثانيه نضيف لو احنا عايزين، بس احنا خلاص كفايه احنا كده انشانا الايه الايمج مابنج تمام. طيب احنا الكلام ده كله عشان عايزين نجرب الحاجات دي بقى على شغل الواقع، نروح على الديزاين نقول له عايزين ننشئ لو سمحت نيو فورم، نقول له بلانك وهنسميها مثلا اي دبليو اس فوتون او اس تمام، نقول له كرييت على البروجكت بقى البروجكت اللي احنا انشأناه. حساس يا شباب ان احنا نجي ننشئ اي واحده كانفاس فري لازم البروجكت، احنا انشأنا البروجكت احنا قلنا له ان هو بيرمي على الزون او الكلاود اكونت بتاع الاي دبليو اس خلاص انشأناه، نقول له اجرب لنا على البروجكت ده ادي كده تفاضل. فاحنا دلوقتي هنسحب انستنس اهو تمام، ادي الانستنس بتاعنا ايه يا باشا انت ما حددليش اللي هي الفليفر والايمج تمام، هنجي لك ونضيف له دلوقتي النتورك. النتورك طبعا احنا قلنا النتورك ده جوه الكلاود اجنوستيك، تلاحظوا معانا ده مش تحت الاي دبليو اس خلاص، احنا سيبنا الاي دبليو اس خدنا منه الفيرتشوال ماشين، دلوقتي عايزين نطلع على الكلاود اجنوستيك نتورك. وبالتالي احنا عرفنا احنا عارفين يا شباب معلومه واضحه ان عندنا النتورك ده موجود مش موجود في جوجل ولا اجور ولا اي دبليو اس، انا باخده من الكلاود اجنوستيك عشان كده بناخده من هنا بس. فهنختار النتورك خلاص النتورك ربط معانا، نجيبه من هنا نربطه، نقول له احنا عايزين نربطه بالفيرشوال ماشين ديت تمام. ربطناه، نلاحظ اول ما ربطناه اول ما عضفناه ظهر معانا، بس لما ربطنا عملنا كونكت وقال لنا ان الريسورسز بتاعتنا في الايمج نفسها ديت اللي هي النتورك ريسورسز ديت، طبعا برضه عندنا مشكله في الايمج والفليفر. نقدر ندخل من هنا على طول يا شباب نضيف الحاجات ديت بما انها موجوده عندنا اهيت، الفليفر اللي عندنا هو جابها لنا قال لنا السمول اهيت خلاص، هنقول له عايزين نعمل دبلوي لو سمحت التست اللي عملناه ده، وهندي له نيم نقول له يا باشا عايزين احنا بنتست الاي دبليو اس فوتو، ونقول له ديبلوي. ادي المعلومات بتاعتنا يا شباب بيتم ايه التعامل معاها، وادي الاي دبليو اس قال لي لو انت عايز تشوفها على الاي دبليو اس كونسول اضغط هنا وروح عليها. طيب ورينا الكلام ده، خلينا نروح على الاي دبليو اس ونشوف هناك. ادي فتحنا على الاي دبليو اس، وادي انشأ لنا الايه الكلاود اي دبليو اس، وادي الفي ام اللي عملناه. طيب عايزين ادي الاكونت بتاعنا اهو الراجل الفيرجن الايست بتاعتنا، راح يا شباب الايه ادي الريجن اهي الايست
فيرجينيا ده اللي هضاف لنا فيه الكلاود بتاعتنا. فاحنا كده انشاناها وبقت راننج هي جوه واخده الطيب بتاعها او الفليفر بالنسبه لنا احنا ان هي مايكرو، كان عندنا اسمها سمول. فالديتيلز جوه فين؟ جوه اي دبليو اس. تلاحظ احنا ما نشاناش اي حاجه في اي دبليو اس ودخلنا عليه اصلا، لكن احنا انشاناها جوه عندنا في كلاود اسمبلي، وراحت عندنا طارت هنا وراحت على الريجن المظبوطه وتعمل لها ديبلوي جوه الاي دبليو اس. فبنرجع هنا نشوف الدنيا على الاي دبليو اس اللي خلاص سكسسفل يا باشا وتمت كل حاجه عندك والدنيا تمام. نقول له كلوز ونشوف اللي بعده. طب يا شباب اللي شرحناه في الاي دبليو اس هنشرحه دلوقتي في الاجور. هنخش على الفيرلايز اوتوميشن، هنعمل لوجن، هنخش بالاكونت بتاعنا لكم في ادمن عادي تمام، هنخش بالباسورد بتاعتنا، هنقول له قول ساين ان. طب احنا كده خلاص دخلنا على نخش على الكلاود اسمبلي وعايزين نروح نقول له على الانفراستراكشر، وهننزل هنا نلاحظ عندنا جوه الكلاود اكونت، نقول له عايزين نقول له كلاود اكونت ايه، نقول له اجور، نقول لي المعلومات زي ما قلنا شباب في الشرح، هنديها الاسم اجور، الاي دي ديسكربشن اي دي ده احنا خدناه من عندهم هنضيفه لهم هنا خلاص، وادي ادي التننت اي دي وادي الكلاينت اي دي وادي سيكرت كي. دي كل معلومات خدناها يا شباب من الصفحه بتاعه الويب بتاعه الاجور نفسه من السبسكربشن، نقول له فاليديت. وقت ما نعمل فاليديت يجيب لي بقى الايه الارياز الريجنز اللي عندي هناك. خلاص عملت لها ايست اي او اس اهيت، ونقول له كلاود اكونت يس. كده خلاص حدينا ان هو يستخدم كلاود زون، نقول له ات. خلاص كده احنا انشانا الكلاود اكونت. بما انشانا الكلاود اكونت كلاود زون نقدر نروح منها على البروجكت، نروح نقول له نيو بروجكت، ونقول له على النيم بتاعي نقول له اجور، ونروح على اليوزرز وندي له يوزر بتاعنا هنا نفسه كونفيج ادمن، بس ندي له ادمن بريفليج. طبعا انا بديك بس سيمبل تقدر تغدي انت بعد كده اللي انت عايزه. تلاحظ بس ان اليوزر جايبينه منين. طيب هنا نضيف الكلاود زون، نقول له ايه بدل ما هي ده الاسم، نقول له ايه الاجور ظهرت معانا اهيت، نقول له اد، نقول له خلاص كده غريب انشانا البروجكت. طب عايزين ننشئ بقى الفليفر بتاع البروجكت بتاعنا، نديله نيم، نقول له اجور سمول، وهنا نختار الاجور بتاعنا ونقول له دي المعلومات جايه لنا منين يا شباب. تاني المعلومات دي جايه لنا كل السايزنج بتاع الفليفر الموجوده على الاجور، فاحنا نختار منها الحاجه اللي تناسبنا ونقول له عايزين ال بي 1 اس، ونقول له كرييت. كده احنا هنشيل الفليفر. عايزين ننشئ الايمج نفس الكلام، نقول له ايمج ده اسم الايمج اللي هي اجور فوتو مثلا، ونقول له فين على اجور في الليست، ونقول له عايزين نديها الايمج بتاعتنا اللي هي فوتو نو اس. المعلومات التانية بتاع كل الايمجز دي يا شباب جايه لنا من الاجور، ونقول له كرييت. كده احنا انشانا الايمج مابنج وانشانا الفليفر مابنج وانشانا البروجكت. فعايزين ننشئ بقى تيست الحاجات اللي انشاناها ديت، نروح على الديزاين ونقول له نيو ونقول له بلانك. طيب هتسميه نقول له اجور هنتيست الفوتو نو اس لو سمحت، ونقول له البروجكت اللي احنا انشاناه اللي هو ايه بالظبط اجور، نقول له كرييت تمام. هادي ظهر معانا يا شباب اللي تلاحظوا ادي النتورك، هناخد النتورك بتاع الايه النتورك ده اللي هو الايه كلاود اجنوستيك، وبعدين ننزل تحت هنا مايكروسوفت ظاهر معانا اهو، نقول احنا عايزين الايمج. فادي ادي الايمج ظهرت معانا، يقول لي يا باشا فين الفليفر وفين النتورك بتاعتك. اول حاجه نربطك بالنتورك، نربط لنا النتورك، ربطناه خلاص ظهر معانا ايه النتورك، وتربط بقى احد الاجزاء بتاعه الفيرتشوال ماشين ديت. بس الفيرتشوال ماشين مش زعلانه لان ما عليهاش الايمج، خد يا باشا الايمج اللي احنا عملنا لك الايمج الايمج اهيت والفليفر اهيت سمول، نقول له ديبلوي. نلاحظ هيطلع لنا الاسم الديبلوي بتاعنا، هي الديبلوي بتاع اسمه، نقول له اجور فوتونز على كارنت درافت، نقول له نيو، نقول له ديبلوي. نلاحظ انه بدا ينشا هنا خلاص. اثناء الانشاء نقدر نشوف الديبلويمنت بتاعنا حصل ايه. نفتح هنا في الاجور نفسه، ده يا شباب موقع مايكروسوفت اجور اهوت جواه، وانا الاكونت بتاعي داخل بيه اهوت جوه المايكروسوفت اجور. الديبلويمنت بتاعنا مفترض تعمل نشوفه حصل فين. طيب نروح على الفيرشوال ماشينز، نقول له ورينا الفيرشوال ماشين اللي عندك. قال لي عندي حاجه اسمها كلاود اجور كلاود ماشين، دي اللي جايه لك منين على الـ على الايمج دي على الـ على الريجون ديت، وايه اللي جايه لك من ايه من الفي ام دبليو ديف اجور، ده الاكونت سبسكريبشن بتاعنا اهوت يا شباب. وبالتالي الفيرشوال ماشين دي مين اللي عملها؟ الكلاود اسمبلي هو ايه اللي عملها، والدنيا سكسسفلي تماما. تمام يا شباب، كده احنا عن هنا اللاب التاني. طب يا شباب احنا شرحنا الكلام دلوقتي على حاجتين، هنزيد نشرحها دلوقتي على جوجل. هنخش على ايه الفيرلايز اوتوميشن تاني يا شباب. اللابات دي كلها هحطها لكم في الديسكربشن، تقدر تخش التيست واحد واحد، دبليو اس الاجور جوجل كلهم هحطهم في الديسكربشن بتاع الفيديو بتاعنا. فادي نخش على الـ الـ على على الفيرلايز اوتوميشن، نقول له كونفيج ادمن برضو تمام، الباسورد حطها لنا وساين ان جوه كلاود اسمبلي على انفراستراكشر. هننزل تحت على كلاود اكونتس، نقول له اد. دلوقتي احنا عايزين ايه جوجل تمام، جوه جوجل نقول له عايزين الاسم بتاعه نسميه في ام دبليو جوجل.
هنعمل امبورت جيسون يا شباب. احنا قلنا يا اما نكتب المعلومات دي كلها البروجكت اي دي والبرايفت كي والمعلومات دي كلها، يا اما نقول له امبورت وهو يجيب لي المعلومات المهمه ويقول لي هي فين. هقول له عادي جوجل هو تعمل لها امبورت جيسون ده سيف. قال لي تمام، حط لي كل المعلومات المهمه يا شباب. واقول له تمام، اعمل لي فاليديت. قال لي فاليديت اهيت كده تمام. نقول له ادي الريجن بتاعتي ونقول له اد كده، عملنا اد للايه للجوجل، وفي نفس الوقت اضفناه اد زون. نروح ننشئ البروجكت ونقول له برو نيو بروجكت. البروجكت بتاعنا هنسميه في ام دبليو جي اي سي جوجل كلاود بلاتفورم نيو. نفس الموضوع نقول له كونفيج ادمن ونقول له الراجل ده عايزينه كادمنستريتور. عملنا ممبر تمام. نروح البروفيشن نقول له هنضيفه كلاود زون، يعني كلاود زون يا شباب ايه جوجل كده. احنا بننشئ بروجكت يا شباب، نديله المكان اللي هينشئ فيه الديبلويمنت بتاعه على جوجل. كرييت انشانا تمام. عايزين نروح على الفليفر. فليفر انا عارف ان انا بكرر الكلام يا شباب كله، بس الصوره لازم توضح ليه لجميع الكلاودز تمام. ادي الجي سي بي وادي الجوجل كلاود وادي السمول بتاعنا. الديتيلز جاينا من جوجل يا شباب. نقول له ايه كرييت كده، انشانا الفليفر. عايزين ننشئ الايمج نفس القصه. نقول له النيم بتاع الايمج بقى بينج اهيت سنتوس تمام على جوجل. طيب هي نبحث في الفيرتشوال ماشينز اللي موجود على جوجل اهيت يا شباب. هنقول له ظهرت اهيت. نقول له كرييت كده انشانا الايمج بابنج. نروح بقى على الديزاين وننشئ نعمل ديبلوي لواحده من الكانفاس ديت ونسميها في ام دبليو على سنتوس. ونقول له البروجكت بتاعنا اللي هو جي سي بي جوجل كلاود. نقول له كرييت. ادي ظبطت معانا هنا يا شباب. كلاود اجنوستيك طبعا، ما عندناش نتورك مخصوص للجوجل زي ما فيش في الاجر والاي دبليو اس، فهنسحب له نتورك اجنوستيك تمام. ادي ظهر معانا. عايز نروح على الجوجل اهي نقول له عايزين ماشين. ظهرت المشين بتاعتنا ونحس ان احنا مفيش رابطين ببعض، نربطهم ببعض. هنا تلاحظوا يا شباب ان مش رابط، اول ما ربطنا ظهر معانا النتورك بتاعتك هي اللي هي الريسورسز ديت جوه تحت الفيرتشوال ماشين نفسها. طب الايمج بتاعتنا ايه؟ نقول له الايمج احنا انشأناها دلوقتي اللي هي سينتوس. الفليفر عملناها اللي هي سمول ديت، وكده خلاص الدنيا الالارم راح. نقول له طب اعمل لنا ديبلوي تمام. هنعمل ديبلوي. وقت ما نعمل ديبلوي هقول لنا النيم بتاعه، نقول له في ام دبليو سينتوس على الكارنت درافت ونيو. نقول له ديبلوي كده. نعمل ديبلوي على جوجل كلاود يا شباب. اثناء ما نعمل ديبلوي هيبدا يعمل لنا ديبلوي هنا، يظهر لنا الشغل بتاعنا اهوت. هو اثناء ما بيعمل ديبلوي نقدر نفتح ونخش على جوجل اهوت. مفيش لو تلاحظوا مفيش يا شباب، ما بيشاورش مباشره علينا على الكوماند بتاعنا. فندخل على الجوجل اهوت. جوه جوجل ظهر معانا اهوت، فتح معانا اهوت. نضغط على الثلاث شوت يا شباب، يظهر معانا الديتيلز. نروح نقول له على البي ام انستنس لو سمحت. قال لنا عندك فيرتشوال ماشين اسمها كلاود جي سي بي ماشين، جاي على الريجن اسمها يوز ايست، والبابليك اي بي ادرس بتاعها هو الانترنال اي بي والاكسترنال اي بي والنولس اتش. المعلومات دي كلها جايه منين يا شباب؟ ديت الفيرتشوال ماشين اللي احنا عملنا لها ايه ديبلوي هنا، وادي هي ايه سكسسفلي. نقدر نعمل فلاش هنا ونشوف الدنيا اللي احنا عايزينها كده. تم عملنا شباب ديبلوي لثلاث فيرتشوال ماشينز. ونلاحظ احنا بنشوف هنا على الديبلوي تمت عندنا جوه الفيرلايز اوتوميشن، ونبقى عارفين هي دي تروح على جوجل. شفنا الديتيلز بتاعتها كده يا شباب. شرحنا الاي دبليو اس سيرفيسز بابليك كلاود والاجر والجوجل، وشرحنا ازاي نربط ما بينهم. والفيديو الثاني ان شاء الله هنشرح فيه الكلاود فاونديشن والايه والاي دبليو اس على بابليك كلاود الفي ام وير والاي دبليو اس. اتمنى لكم التوفيق دايما ان شاء الله، واتمنى يا شباب تدعمونا بنشر المحتوى ده بحيث نوصل لاكبر عدد من الشباب. واتمنى الخير لكم دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.